في اليوم الثاني من هذا الاقتحام المتواصل لمدينة مخيم طول كرم، أيضا دخل مخيم نور شمس الليلة الماضية إلى قائمة المناطق التي يوجد فيها اقتحامات. حتى اللحظة لا زالت طواقمنا تتعامل مع عدد كبير من الحالات المرضية. الحمد لله منذ ساعات مساء أمس وحتى اليوم لا يوجد إصابات جديدة في محافظة طول كرم، ولكن بصعوبة شديدة نتمكن من الوصول إلى الحالات المرضية والأشخاص المحتاجين للإخلاء من داخل المخيم. هناك أطفال مرضى وأيضا سيدات لم نستطع الوصول إليهم حتى اللحظة. ليلة أمس وعند منتصف الليل كان هناك عملية احتجاز لخمسة من أفراد طواقمنا، بينما كانوا يقومون بإخلاء عدد من الأطفال والنساء من داخل المخيم. حتى اللحظة لم نتمكن من معرفة أي شيء يتعلق بمصير طواقمنا. هناك خمسة من أفراد طاقم الإسعاف لا يزالوا قيد الاعتقال، وفقدنا الاتصال بهم بشكل كامل ولا نعرف أين هم موجودين الآن.